الأخبار العالمية، ولكن قبل العالمية رح نبلش من خبر فلكي حدث فجر أمس الاثنين وهو في سماء المملكة، وهو ما يعرف بظاهرة نجم إسهيل، حيث قال الفلكي الأردني عماد مجاهد أن ما يعرف بنجم إسهيل ظهر فجر يوم أمس الاثنين في سماء المملكة، ما يبشر باقتراب انكسار حر الصيف وقرب سقوط الأمطار في شهر أيلول التي قد تتشكل بسببها السيول الجارفة في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية إلى جانب بعض مناطق بلاد الشام. وأكد مجاهد أن ظهور هذا النجم فجر يوم 24 آب الاثنين يوم أمس الاثنين من كل عام يعد توقيتا وعلامة على تغير الفصول، ومشيرا إلى أن ظهوره كان بديلا للحسابات الفلكية الحالية لتحديد موعد دخول الفصول وسقوط الأمطار. إذن كان هذا عن ما يعرف بنجم إسهيل الذي ظهر في سماء المملكة فجر يوم أمس الاثنين. بالانتقال إلى خبر عالمي وهو في حالة مبتكرة لتحسين صورة الشوارع وإضفاء لمسة جمالية في هذه الشوارع، حولت السلطات المحلية في إحدى المدن اليابانية مؤخرا أغطية البالوعات في الشوارع إلى لوحات فنية كما سنشاهد في الفيديو القادم. وكشفت السلطات في إحدى المدن اليابانية الواقعة في شمال العاصمة طوكيو مطلع أغسطس الجاري أن أغطية الصرف الصحي في الشوارع تتميز باحتوائها على شاشات مضيئة تعمل بتقنية LED. نتابع في هذا الفيديو ما حدث في هذه الشوارع من زينة. إذن شاهدنا بعض الطرق لتزيين شوارع المدينة في إحدى المدن اليابانية. ننتقل إلى خبر آخر وهو أن مغنية أمريكية سابقة اعتزلت الغناء وهي دخلت الإسلام وأصبحت قارئة للقرآن. نتابع في هذا الفيديو صوتها وهي تقرأ القرآن الكريم. نتابع. أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا. صدق الله العظيم حول ما قرأته من قرآن كريم. وننتقل إلى فاصل ومن ثم نستكمل معكم فقرات يوم جديد.